عملية استخبارية، وتعتبر هذه العملية الاستخبارية وتضع هذه العملية الاستخبارية العراق تحت رحمة ما ممكن أن يكون قادما مباشرة من إيران إلى العراق. وهذه كلها توضحت وأصبحت واضحة ببيان رسمي صادر من وزارة المخابرات الإيرانية يوم أمس. الاطلاعات هي التي كشفت بأن السلطات والقوات الأمنية الإيرانية تمكنت من ضبط مجموعة، وهذه المجموعة أسمتها وأطلقت عليها بأنها وأكدت بأنها مجموعة تخريبية هي كانت تهدف للقيام بعمليات ضد مواقع حساسة. وبالحديث عن المواقع الحساسة هي المواقع النووية، المواقع النووية التي تتعرض إلى كثير من التهديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من إسرائيل بأنهم يريدون استهدافها. وهذا الأمر أصبح واضحا من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط في الفترة الماضية. وبالتالي وعلى هذا الأساس أيضا بأن القوات الأمنية الإيرانية ووزارة المخابرات الإيرانية تحديدا أكدت بأن هذه المجموعة كانت تمتلك العديد من المعدات الدقيقة والتي هي تعتبر خطيرة على المستوى التفجيري، وكذلك بأن هذه المجموعة هي مرتبطة بالموساد الإسرائيلي. لا بل إنها أيضا أكدت وزارة المخابرات الإيرانية بأنها دخلت إلى الأراضي الإيرانية من إقليم كردستان، ولم يعطوا أكثر من هذه المعلومات التي ذكرتها لكم. لم يحددوا مثلا جنسيات هذه المجموعة، وكذلك لم يحددوا عدد هذه المجموعة أبدا، وهذا ما وثقته وثبتته وزارة المخابرات الإيرانية عن هذا الموضوع بحسب وكالة رويترز. قالت أعضاء هذه الشبكة كانوا على اتصال بجهاز الموساد عبر دولة مجاورة، ودخلوا إيران من إقليم كردستان العراق بمعدات متطورة ومتفجرات قوية. وأضافت أيضا الشبكة خططت لأعمال تخريبية وعمليات إرهابية غير مسبوقة في مواقع حساسة. وهذه تضع العراق وإقليم كردستان فعلا تحت الخطر، تحت خطر ما ممكن أن يكون قادما من إيران، لأن نفس هذه القصة أو قصة مقاربة أو مشابهة لما يحدث الآن هو قد تم في فبراير الماضي. في فبراير الماضي كان هنالك انفجارا مفاجئا قد تم في إحدى المواقع العسكرية التي تستخدم بمشاركة الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني. انفجر هذا المخزن الذي تتواجد فيه الطائرات المسيرة في هذا الموقع، ولم يعرف أحدا ما الذي جرى في هذا الموقع. ولكن فجأة بعد خلال 30 يوما، بعد أقل من 30 يوما تحديدا، انهالت الصواريخ الإيرانية وبشكل رسمي وإعلان رسمي على إقليم كردستان. وبعدها برروا الضربات البالستية والصواريخ البالستية الإيرانية على إقليم كردستان هي جاءت بسبب حقيقة هذا الموقع والانفجار الذي طال الموقع في كرمانشاهي تحديدا الذي ألقينا نظرة عليه الآن. وهذا وأكدوا كذلك بالنسبة للمصادر الإيرانية أن هذا الموقع قد ضرب من قبل 6 طائرات مفخخة إسرائيلية قادها الموساد الإسرائيلي، وانطلقت هذه الطائرات من إقليم كردستان وضربت هذا الموقع تحديدا. وعلى هذا الأساس هم انتقموا ب12 صاروخا، الصاع بالصاعين، 12 صاروخا مقابل 6 طائرات مسيرة مفخخة انطلقت من إقليم كردستان. لكن بعد ذلك التحقيقات وضحت بأن الأمور مختلفة وبأن الأمر مرتبط باتفاقيات حقيقة قد وقعتها مهمة جدا تم توقيعها من قبل مجموعة كار حقيقة في بداية هذا العام مع تركيا من أجل نقل الغاز والطاقة من إقليم كردستان إلى تركيا إلى أوروبا في ظل أزمة كبيرة جدا يعاني منها العالم، وبأن إيران لا تريد العراق أن يستقر على مستوى الطاقة. لذلك ضربت هذا المشروع، ضربت المدير الإداري والرئيس التنفيذي ومنزله طبعا، ضربته وقصفته بشكل واضح، وأصبح هذا الأمر واضحا لهذه المجموعة لإيقاف عملية الاعتماد على النفس، وكذلك جعل العراق دائما معتمد على الطاقة الإيرانية. لذلك في ظل هذه التفاصيل الجديدة التي نتحدث عنها قد نكون، وفي ظل اتهام واضح جدا من وزارة المخابرات الإيرانية أن هذه المجموعة دخلت من إقليم كردستان، قد يعطينا فكرة بأننا قد نكون أمام شيء قادم فعلا تجاه إقليم كردستان في ظل ظروف متشنجة تمر بها المنطقة. هذا الإعلان الذي